باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبارك اسمك ونشكرك يا سيدنا الصالح من أجل كل نعمك وعطاياك. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. نشكرك يا رب لأنك سترتنا وعنتنا، حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. نبارك اسمك يا سيدنا الصالح الذي دعي علينا، ونشكرك يا رب لأنك أعطيتنا أن نعمل في هذا الكرم الواسع، وأن نعمل فيه يا رب، نعمل ونجتهد ونزرع ونسقي، وتأتي يا إلهنا الصالح بروحك القدوس لكي ما تعطي ثمرا ونموا، وتعطينا يا رب تعزية في هذه الخدمات الكثيرة. تبارك يا رب كل الحضور، تبارك حياتهم وأعمالهم، خدمتهم وأسرهم وكل ما تمتد إليه أيديهم. أذكر يا رب مرضى شعبك، تعاهدهم بالمراحم ورافاتش فيهم. أذكر يا رب المتضايقين والذين في شدة. وأذكر يا رب سلامة أرضنا وبلادنا وسلامة كنيستك، سلامة خدمتك في كل مكان. يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. أذكر يا رب كل منطقة فيها صراع وفيها حروب، فيها ضعفات وفيها انكسارات كثيرة، واعطي يا رب نعمة ومعونة وحكمة لكما ينظر الإنسان نحوك ويسمع يا رب نداءك، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ارنزع يا رب كل شر وكل شرب شر من هذا العالم، انزعه من القلوب، انزعه من العقول، انزعه يا رب من الحياة، واعطي سلاما وبردا في كل مكان، واعطينا أن نمجدك على الدوام. احفظنا يا رب في اسمك القدوس، واعطينا يا رب أن نكون مرضيين عندك إلى النفس الأخير. تباركنا بكل بركة روحية بشفاعة أمنا العذراء مريم والملاك الجليل ميخائيل والقديس العظيم باري مرقس، وبركة هذا الصوم المقدس وبركة هذه الأيام المقدسة. اسمعنا يا رب لما نقول بكل شكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.